نصائح للأم العاملة، أولاً ابتعدي عن جلد الذات، دائماً رح تحسي نفسك مقصرة، فهالإحساس طبيعي، و يعني بدل ما تنغمسي في هالتفكير السلبي فكري بأشياء إيجابية وأشياء حلوة أنت ممكن تسويها مع أطفالك. رقم اثنين، دايما يكون في شيء يربطك يعني في روتينك اليومي يربطك بأطفالك، إن كان باث تايم، قصة قبل النوم، شو ما كانت تكون، يكون في شيء واحد على الأقل يربطك فيهم. رقم ثلاثة، تهتمي ب يعني نفسية الطفل أكثر. يعني أنا أؤمن أنه فعلا الكواليتي تايم مهم مثل الكوانتيتي، ما راح أقول أنه أهم، بس أنه لما تكوني موجودة معهم فعلا كوني متواجدة، متواجدة ذهنيا مش فقط جسديا. رقم أربعة، عادي أنه تشارك المسؤوليات مع غيرك من أهل بيتك، زوجك، أمك، أختك. يعني في مثل بالإنجليزي أنه it takes a village to raise a child، يعني بتحتاج قرية عشان تربي ولد، وهالمقولة صحيحة. فأنت ما ترمي العبء كله عليك، يعني إن كنت أم عاملة ولا غير عاملة. هذه مو يعني هذه نصيحة ومقولة أنا أؤمن فيها. في مقولة أنه يعني ما بينفع الواحد يأخذ كل شيء في الحياة، أنه you want to eat your يعني have your cake and eat it. إيه ليش لا؟ You can have your cake and eat it. ممكن تشتغلي وتنجحي وكمان تكوني أم ناجحة. هاي ما بتبطل هاي. وزي ما في ولا أب في العالم سألوه طيب أنت صرت أب، يعني كيف رح تنجح في عملك؟ نفس المقولة لازم تكون للمرأة.